ملمومين عليا اكمني وحدانيه، خلاص ما بقاليش ظهر اتسرد عليه. تسلم لي يا سبعي. قال ايه؟ عايزين يمنعوني ان انا اتجوز في البيت. مين ولا مين؟ ده عاملين رباطيه عليا، العلبه وعصابه. تعالى بالف سلامه يا حبيبي، على مهلك، على مهلك قوي انت جاي يا سيد الرجاله. خليكوا واقفين كده زي ابو الهول، اتحنطوا، فاكرين نفسكوا ايه؟ هتهتوني؟ وحشنا يا اخويا. انت اللي وحشنا يا طارق. الله اكبر الله اكبر، العصابه كملت، بعتوا جبتوه خليه ينفعكوا. ازيك يا سيد؟ ازيك يا اسامه؟ تعالى يا طارق. ازيك يا ورده؟ تسلم لي يا سيد. استناني هنا 5 دقايق وهجيلك. عليك؟ لا بس ماما ليه كانت بتزعق بره؟ عشان يا سيدي بابا كان وحش. يلا البسوا عشان هننزل نروح مشوار مع بعض. مش كنا استنينا عمي لما يخرج بالسلامه ونطمن عليه؟ عمك فرحات هيبقى زي الفل. ما تضيعيش الفرصه بقى عروسه ولا ايه؟ صرفتي نظره عن الجوازه ولا ايه؟ انا؟ طب اهو ما تحفيش. دورك يا عريس، ربنا يخليك لنا سعيد. ده وقته اخلص. فاصابعكم ورموها. امضي الشهاده الاول. الشهاده الثاني. يلا في اسامة هنشتري. يلا امضي بيدي الشمال. امضي. انا عمري ما مضيت على حاجه يا سعيد. بيتك حد يقول كده؟ بس هتعشونا. ده مأذون. انت مش مضيت؟ يلا استناني جنب العربية لحد ما حاسب واجي لك. ماشي ماشي. معاك بقى رأس. خلاص ما عادش في سنت واحد في معدتي لاي حاجه تانية. يا عم بألف هالة وشيفة، هو انت اكلت حاجه؟ ألف هالة وشيفة، خد احبس بدول. اهم دول بقى يطيروا اعظم انتفاخ في الدنيا. ربنا ما يحرمني من كرمك يا باشا. ولا من عينيك يا سولي وودانك ولسانك اللي بيجي لي كل شهر باحلى اخبار تطمني على حالي ومالي ومحتالي. اللي في دنيا سالم الجرح اللي لا اول ولا اخر. اليومين دول الغزالة بعافية والمزاج مش ولا بد. ازاي؟ ليه دعوة بالفلوس اللي عنده؟ ما هي كلها منفذة على بعض بس من بعيد شوية. الله خير يا سولي طمني. واد ظابط كده كان مضايقة على الباشا ومضايقه قوي ومرخم على الآخر. طب وبعدين؟ أنت عارف سالم بيه بقى؟ دايما يقابل الإساءة بالإحسان. أهو شوف الظابط قاعد يعمل ويسوي قد إيه وفي الآخر يكون رد الباشا إنه يساعده يخش الجنة. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. صحيح، شر تعمل خير تلقى. وهتعملوا إيه مع الدخلية؟ هتاخد لها يومين وتهدى، ربنا يكون في عونهم. عندك حق، البلد مخرمة في إيديهم زي الغربان، لو سدوها من هنا تخر من الناحية التانية. المهم إحنا في السليم؟ طبعاً، ده أنا الراعي الرسمي يا باشا. ربنا يطمنك يا سولي يا ابني، فرحتني. نورتني يا سليمان. ده نورك يا باشا. كان في موضوع كده يا باشا عايز أكلمك فيه بس محرج. محرج مني أنا يا سليمان؟ إزاي؟ قول يا راجل. الواد اللي أنت بعتهولي. واد مين؟ سيد أبو الليف. عرب، يا راجل خضيتني، ماله سيد؟ كنت فاكرك بعت الواد أحطه تحت باطي، هيبقى عين ليا ويساعدني. طلع عنده طموح وعايز يلعب لحسابه. يا راجل سيد ده واد سهل ومفيش اسهل منه. ده غير انه وش وش خير وادب وادب ساعد، والمكان اللي بيخط فيه الخير بيجري وراه. اما لقيت حد عندي وحرم ليه الخير ده؟ انت بس اللي تبعاني يا سولي وعايز تبقى على الحجر لوحدك. انما سيد ده واد سهل وعجينه طريه، وانت خبره وتعرف تشكلها في ايديك زي ما انت عايز. ولو حبيت تشغله هتعرف تشغله من غير ما اقول لك ازاي. ماشي يا باشا، عشان خاطر عيونك انت. تعرفي؟ انا اللي محيرني بجد ان احنا نعرف بعض من مده طويله، اكتر من 5 سنين دلوقتي. ايه بقى اللي خلاكي تفكري فجاه كده انك تتجوزيني؟ عايز الحق ولا ابن عمه؟ انا بتكلم جد مش بهزر. بص يا سالم، انا من اول يوم شفتك فيه وانت عاجبني، عاجبني قوي، بس ما كانش ينفع اقول لك او حتى المح لك. ايه بقى ما كانش ينفع؟ عشان بهيرة الله يرحمها كانت لسه عايشة، فما كانش ينفع اي حد يقرب منك والكل شايف قد ايه هي بتحبك وبتغير عليك. ما يجس عليها غير الرحمة. وبعد ما ماتت؟ بعد ما ماتت دبت فيها الروح من تاني، وتصبر كم شهر كده وبعدين اقرب منك علشان تحس بيا. تمام تمام؟ لا طبعا مش تمام. ما انت فاجئت الكل بجوازك من ريهام ورجعتني تاني للمربع صفر. بجد؟ طبعا بجد. وانا بقى عرفت الخبر من هنا، رحت وقفت قدام المرايه قلت لنفسي وبعدين يا مها، هتسيبي عمرك وروح منك والراجل اللي انت بتحبيه بيتنقل من واحده للتانيه وانت بتتفرجي؟ سالتني طب اعمل ايه؟ قلت لي على الاقل عرفي الراجل انك بتحبيه وعايزه تتجوزيه وشوفي ردة فعله هتكون ايه. انا بقى سألتني وقلت لي اروح منكم فين انتوا الاثنين؟ ما تروحش حته. ايه في حاجة؟ ابعدي عني، اوعي تكلميني، قلبي وربي غضبانين عليك اليوم الدين كده؟ تسيبهم يعملوا في امك كده؟ ماشي. ده بدل ما تحطي في عينك حصوة ملح وتباركي لها هي وأسامة. بنتك اتجوزت يا زبيدة وبقت في عصمة راجل، شفتي؟ جوزتهم يا سيد؟ جوزتهم من ورايا؟ الله، وراك ازاي؟ والألوفات اللي في الدولاب بتاعك بتاعت الشبكة تبقى ايه؟ يا سيد يا سيد افتح الأسطى نصحي.